Lesson 5.5 اللي هي use part year product to multiply multi digit factor. يعني اليوم راح ندرس ال part year product. الدرس اللي قبله كان area model، هذا part year product. كيف استخدم طريقة ال part year product؟ اكتبوا معاي، راح استخدم هي ورقة، راح اشرحها على الورقة. السؤال الأول قايل لنا 142 multiply 63. اوكي، واسوي هذا الخط، امسك يعني الرقم الثاني اللي هني. شو عندنا؟ هذه 6، هذه مش 6، هذه 60 مره اضربها مع ال 100. سوري هذه حطيت زياده. بعدين اقول 60 multiply 40، 60 multiply 40، بعدين 60 multiply 2. هذه أنا خلصت من 60. أمسك لون ثاني، أبدأ بشو؟ أبدأ بال 3. هذه 3 multiply 100، 3 multiply 40، بعدين 3 multiply 2. بهالطريقة انتهيت من ترتيب الأرقام. الحين أبدأ أحسب. أول وحدة 60 multiply 100، كم صفر موجود عندنا؟ 1 2 3، أحط ثلاث أصفار 1 2 3. 6 multiply 1 6. الحين 60 multiply 40، كم صفر عندنا؟ صفرين 1 2. 6 multiply 4 24 24. 60 multiply 2 عندنا 0، أحط 0. 6 multiply 2 12. خلصت هذا اللون، خلنا نشوف اللون الثاني. 3 multiply 100 راح يعطينا 300. 3 multiply 40 عندنا 0، أول شيء أحط 0. 3 multiply 4 12. 3 multiply 2 6. نسوي ادنج الحين لهذه الارقام كلها بعد ما رتبناها. شوفوا كيف مرتبتنها تحت بعض بطريقه واضحه. 0 بلس 6 راح يعطينا 6، 2 بلس 2 4، 4 بلس 1 5، 5 بلس 3 8، 8 بلس 1 9. وعندنا هني 6 بلس 2 8، هذه هي الانسر. يلا ناخذ مساله ثانيه بعد عشان نفهم عدل الدرس. مثلا عندنا المسألة السؤال الأول اللي هو 325 multiply 73. يلا نحلها مع بعض، ننتبه. في البداية قلنا شو نمسك؟ 7، هذه مش 7، هذه 70. راح أسوي خط، هي هذه 70، راح أكتب 70 multiply 70 multiply 300. هاي في البداية. بعدين 70 multiply 20، بعدين 70 multiply 5. خلصت من 70، أبدأ الحين بال 3، أغير اللون، أمسك ال 3 multiply 300، 3 multiply 20، و 3 multiply 5. يلا نبدأ الحين نحسب. أول شيء نشوف كم زيرو عندنا. 1 2 3، ثلاث أصفار، أحط الأصفار أول شيء. 1 2 3. 7 multiply 3 21. بعدين 70 multiply 20، كم صفر موجود عندي؟ صفرين. 7 multiply 2 14. أوكي، 70 multiply 5 عندنا زيرو وحدة. 7 multiply 5 35. خلصت اللون الرصاصي، يصير لي اللون البلو. 3 multiply 300 عندنا صفرين، راح احط الصفرين. 3 multiply 39. 3 multiply 20 او شي احط 0. 3 multiply 26. 3 multiply 515. يلا الحين نسوي adding. 0 plus 5 5 5 plus 6 11، هذه راح تصير 12. احط ال1 up. 5 8
17 حط ال 1 up هني راح تصير 3 2. هذه هي الانسر. كل المسائل بنفس الطريقة. لاحظوا يعني مثلا هني عندنا ما بدأ بال 20، بدأ بال 8 عادي يستوي. أبدأ مثلا بال 8 وبعدين في ال 20. هني هذا السؤال هذا حله. أنا راح أراويكم الإجابات كلها لأن خلاص شرحت الطريقة. هذه طريقتها. أوكي، وهذه الأنسر إجابة السؤال نمبر 8. نمبر 9 هذه طريقة الحل. نمبر 10 بس كتبت الأنسر. نمبر 11 طالب الايرور. لاحظوا انا رتبت، من بعد ما رتبت اكتشفت ان 10 ملتبلاي 0 وكاتبينها 100 خطا، هي لازم 0. وبعدين هني 7 ملتبلاي 0 لازم 0، فهني عنده غلطتين في هذا السؤال.